السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم بحر المنسي من قناة سماء المحبة. قراءة فنجان وطارود برج الجدي بإذن الله من يوم 10 مارس وحتى يوم 30 مارس 2022. الفيديو مترجم لعدة لغات، يمكنك اختيار اللغة المناسبة ليك من خيارات الترجمة في الإعدادات الخاصة بالفيديو. بس قبل ما نبدأ الفيديو، لو انت جديد معانا في القناة اضغط اشتراك وفعل الجرس من اجل ان يصلك التوقعات الشهرية والاسبوعية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب امامك على الشاشة. هكون سعيد لو تواصلت معي من خلال رقم الواتساب. نبدأ بسم الله. 5 عملات، 6 عملات، و3 سيوف. برج الجدي ده في الكروت الرئيسية عندك، او التلات كروت دولت هما التلات كروت الرئيسيين في احداث الفترة من 10 مارس وحتى يوم 30 مارس، بذكر الحدث الرئيسي اللي هو 6 عملات اللي بيبشر بوقت الانفراجة المالية بيحدث عندك من يوم 10 مارس وحتى يوم 30 مارس. مرحلة الانفراجة المالية، وقت الانفراجة المالية. 3 سيوف، كارت بيدل على انفصال بيحدث في المحيط الخاص بيك او عندك، وكارت ال5 عملات بيدل على ان بيكون عندك نوعا ما من الرضا عن وضعك المالي خلال هذه الفترة، او تحسن الاوضاع المالية في هذه الفترة. اذا فربما المواليد برج الجدي النساء اللي مشغولين في اجراءات طلاق في الفترة الحالية، معنى هذه الكروت ان بيحدث الطلاق، وان بيكون هناك استعادة لحقوق مالية في هذه الفترة. ولكن هي فترة بتعبر كأحداث رئيسية عن انفصال، وعن وقت انفراجة مالية، وعن شعور بالرضا عن الوضع المالي. وده أول أحداث في هذه القراءة أو في هذه الفترة المحددة. الحدث الثاني، المحاكمة، ملكة الكؤوس وآس العملات. ملكة الكؤوس هو الحدث الرئيسي، والدافع آس العملات، والنتيجة هي كارت المحاكمة. فبذكر ذلك نحن نتحدث عن طلب أو عرض أو مكافأة مالية ضخمة بتحصل عليها من الصعيد العاطفي أو من صعيد حياتك الشخصية وليست المهنية، بتساوي بالنسبة ليك يا مولود برج الجدي بمثابة نجدة أو إنقاذ من صعوبات مالية كبيرة كنت بتعاني منها في الفترة الماضية. بذكر الأحداث الفرعية، فالحدث الأول في الكروت الفرعية هو 8 عصيان كنتيجة، وال3 سيوف كحدث، والقوة 4 سيوف أقصد كحدث. 4 سيوف بيرمز إلى راحة، بدافع عن القوة، ونتيجة تحقيق أهداف تعادل 80%. فبذكر ذلك نحن نتحدث عن فترة من الراحة بتشعر بها أخيرا بعد معاناة دامت كثيرا يا مولود برج الجدي. كارت القوة دافع القوة، أي إنك بتحصل على العلاقات اللي بتلهمك القوة، أو الظهر القوي لك، أو السند أو الدعم القوي اللي بتحصل عليه اللي بيجعلك تشعر بالراحة في هذه الفترة،
وبيقول ذلك إلى تحقيق 80% من أهدافك المستقبلية من بعد هذه المرحلة أو في هذه الفترة. الحدث الفرعي الثاني قاس السيوف و 8 كؤوس بدافع 6 عصيان. جميل يا مولود برج الجدي. 8 كؤوس بدافع 6 عصيان ونتيجة قاس السيوف. مولود برج الجدي، بشكل ما أي شخص هيحاول ان هو يتجاوز حدوده معك في الفترة القادمة لن يمر ذلك الأمر بسهولة، وإنما توقع ردود فعل قاسية وتلقائية تجاه أي شخص يسعى إلى إزعاجك أو يفكر في إزعاجك، كردات فعل طبيعية وتلقائية وسريعة تجاه كل من ينتهك خصوصيتك أو حقوقك أو مساحتك الخاصة. الدافع هو استعادة عقود أو استعادة أوراق هامة أو إمضاء أوراق هامة بتلزمك وبتلزم الأطراف الأخرى في نزاعات أو الأطراف التي تسعى إلى التقرب منك بما لا يحق لها بالتعرض لأذى شديد، والنتيجة هي آس السيوف، أي تحقيق السلام النفسي وانتهاء مرحلة النزاعات من حياتك بشكل نهائي. فنبشر في سلس الأبواب الفرعية بعجلة الحظ والشفاء والكاهن. في الواقع كروتك كلها رائعة في هذه القراءة يا مولود برج الجدي، وإن تدل على شيء فهي تدل على فترة مميزة عنوانها الشفاء بدافع الكاهن، أي بدافع التخطيط للمستقبل، أي أن ما خططت له في الماضي يا مولود برج الجدي وما عملت على إنجازه وما سعيت إلى تحقيقه سينتج عنه شفاءك وانتهاء جميع مشاكلك بنتيجة حظوظك السعيدة وتفوقك الرائع والدائم في الحظوظ في الفترة القادمة. آخر الأبواب الفرعية 5 سيوف، فارس العصا، فارس العملات، أي هي فترة بتجلس فيها وتشاهد أهدافك اللي انت سعيت إليها في مرحلة تكاد تكون متوسطة في حياتك، نجاحات متوسطة ولكن كما أردت تماما، بدافع تحقيق نجاحات مالية ضخمة في المستقبل، والنتيجة أن الأنظار عليك والعيون تراقب تحركاتك ووضعك يهم الكثير من الشخصيات الهامة والمحورية في حياتك. رسائل أوركل بيقول لك بكل بساطة خذ الخطوة التالية، يعني استعد لخطوتك التالية ولبداياتك الجديدة، ألاعيب صبيانية، يعني احتفظ بمشاعر الشغف وبمشاعر الشباب في كل خطواتك القادمة، تحديدا في تحقيق حقيقتك الروحانية وهويتك وطبيعتك الحقيقية التي تطل بها على الآخرين. سيكون لديك مصدر طاقة جديد، بمعنى تغيير في الحظوظ، تغيير في الحظوظ كبير جدا، وتغيير في مسارات الكواكب وطاقات الكواكب من أجل دعم حظوظك. شغف الازدهار، ينبغي أن تحتفظ بشغفك على النمو وعلى زيادة تحركاتك الناجحة. ابقى في نفس المسار، يعني لا تغير مسارك ولا تغير أسلوبك ولا تغير طريقتك، واحتفظ بكل شيء تمكنت من اكتسابه حتى هذه المرحلة. الفنجان، ما شاء الله يا مولود برج الجدي، زي ما انت شايف كده حالتك النفسية
رائعة خلال هذه الفترة الرائعة من حياتك الجميلة من حياتك، إلا إن هناك نقطة سوداء في أقصى الدوافع المالية خلال هذه الفترة وليست كاملها، يعني بداية من يوم 10 مارس وحتى يومين، يعني من 10 ل 13 أو 14 مارس هيكون هناك بعض الصعوبات المالية، ثم سيعقب ذلك انفراجة مالية ضخمة سوف تحدث لك. نتحدث عن عيون تراقبك، نتحدث عن أوضاع مميزة، نتحدث عن إعجاب بتحصل به من المحيط الخاص بك، نتحدث عن فترة يكثر فيها ذكرك بالإيجابيات، نتحدث عن فترة بتكون فيها في قمة السعادة برفقة الشريك، سواء كان الشريك الجديد تحديدا اللي عندهم انفصالات مع الشركاء القدامى في هذه الفترة، أو ربما للعزاب دخول في علاقات عاطفية جديدة مليئة بالشغف، انفراجة كبيرة واستجابة أمنية، وجوه مطلعة تراقبك بدقة، والكثير يسعى للتقرب منك خلال هذه الفترة. والنصيحة الأهم هي التزام الصمت في كل الكلام الذي لا تجد لك القدرة على التعبير عنه. التزم الصمت حين تجد نفسك لا تستطيع الرد الفاصل على السؤال الذي يطرح عليك أو على المشكلة اللي هتكون بتسأل عنها أو مشكلة في حياتك، فالتزم الصمت. كلماتك محورية خلال هذه الفترة وهامة وتلفت أنظار الجميع. أتمنى تكون القراءة عجبتك يا مولود برج الجدي. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس من أجل أن يصلك التوقعات الشهرية والأسبوعية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة رقم واتساب مكتوب أمامك على الشاشة، هتشرف لو تواصلت معي من خلال رقم واتساب. شكرا ليك يا مولود برج الجدي، السلام عليكم.